الوزير موجود يا ابني؟ مين سيادتك؟ مين حضراتكم؟ تمام يا فندم، سيادته موجود، يعني ممكن ينزل في حدود الربع ساعة. طيب احنا نحب نتكلم مع سيادته جوه الفيلا مش هنا. اتفضلوا يا جماعة. اتفضل سيادتك. سمعني حضرتك الكلام اللي قلته كم مرة؟ سيادتك احنا معانا اذن من السيد المحامي العام بالتفتيش ومسؤول حضرتك امام جهات التحقيق. ده مهذب جدا. انت مش عايز تقول اني مقبوض عليا. انت عارف انت بتكلم مين؟ مؤكد يا فندم. وعارف ان في اجراءات معينه لازم تتبع معايا بحكم ان سعادتك وزير ولا زلت في السلطه. تمام. وان القياده السياسيه معالي الوزير كل اجراءاتنا قانونيه ومصدق عليها. طيب الهانم والاولاد لسه نايمين. يصحوا يا فندم. عن اذنك. اسمك؟ رأفت رستم. الاسم رباعي لو سمحت. رأفت فؤاد سالم رستم. سن؟ 58 سنة. المهنة؟ وزير. وزير سابق؟ لسه ما بقتش سابق. صدر قرار إقالتك وسيادتك جاي في السكة. العنوان؟ فيلا رأفت رستم 16 وادي القمر. انت متهم بالتربح وتعاطي الرشوة والإضرار عمدا بمصالح الوطن، وحصولك عن عمل من أعمال وظيفتك على ربح ومنفعة دون وجه حق ومن عدة جهات وبأكتر من وسيلة. ما حصلش. لدينا مستندات تثبت إدانتكم الكاملة، كما لدينا تسجيلات صوتية لمكالمات تليفونية تم تسجيلها بأمر المحكمة تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إليكم. طيب لو عندكم حاجة طلعوها يعني. ما مصدر هذا الشيك المضبوط في منزلك وقيمته ربع مليون دولار؟ مش بتاعي ده، أنا ما أعرفش عنه حاجة. ده تبرع من فاعل خير لمشروع معونة الشتة تقريبا. وهل تحتفظ بأموال التبرعات في منزلك؟ وهل يتم استلام التبرعات دون إيصال؟ ومن هو صاحب التبرع؟ فعل خير يعني. أنا كمان فعل خير. حبس 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد المحدد. وأنا كنت شاري كم متر من الأرض دي يا أبو عزيز؟ 3000 متر يا فندم. سعر المتر كان 20 جنيه وإحنا بعنا المتر لسيادتك ب 300 جنيه. على بركة الله يا أبو عزيز. تحب الفلوس توصل لسعادتك إزاي؟ اخصم سعر الأرض الأصل وهات الباقي كاش على البيت. أمر سعادتك. بعد الاستماع للمتهم وهو يجري مكالمة تليفونية مع شخص يدعى عبد العزيز تم سؤاله عن الآتي. سين، من هو عبد العزيز؟ عبد العزيز هو عبد العزيز، ده منهوري، ده سمسار أراضي. ثبت من واقع المستندات أنه تم شراء الأرض باسمكم من مدة شهر واحد فقط، فهل يرتفع سعر الأرض من 20 إلى 300 جنيه في شهر واحد؟ يعني ده قانون العرض والطلب. حبس 15 يوم على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد المحدد. استمرار حبس وتحال القضية إلى محكمة الجنايات. محكمة
الحكم في الجناية رقم 59-977 المتهم فيها رأفت فؤاد سالم رستم وآخرين. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول رأفت فؤاد سالم رستم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وإلزاميه بدفع 50 مليون دولار وغرامة مساوية لنفس المبلغ. يا خرب بيتك يا فوالية، يا خرب بيتك يا فوالية، يا خرب بيتك يا فوالية. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. Was you? You who wrote it? Hi, Mr. Bungle. Hello, Wayne. Wayne, how did you get it? أنا بابا. أنا حبيبتي مش جاي للنوم وعايز أتكلم معاك. Adrian, you can't. What's the deal? Come on, Nick. You're such a terrible time with the justice case. كمال عندك ايه؟ في جلسة لمجلس الشعب النهارده، سعادتك هتحضرها. هو وجع دماغي يا كمال، لكن ما باليد حيلة. غيره. السيد رئيس الوزراء هيفتتح كوبري ان شاء الله بكرة، وبيدعو سعادتك علشان تكون معاه. اعتذر له أي حاجة. هو يا فندم كان في بعد إذن سعادتك يعني. مين يا كمال؟ في ايه؟ خلصني. بمناسبة دخول مدارس سعادتك كل سنة وانت طيب، كل الموظفين يعني كانوا طمعانين في مكافأة. لا 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 كمان مفيش فلوس، مفيش فلوس، وانت عارف كويس. قفل على الموضوع ده كويس قوي انهم بياخدوا مرتباتهم في الايام المخنوقة دي. الليلة عندك الروتري ومعاليك المتحدث.
طب يا كمال شويه وهطلبك تاني. تحت امر معاليك يا فندم. كنت بسوي مشاكل بالوزاره ووزاره الماليه والحمد لله قدرت اقنع وزير الماليه بوجهه نظر معاليك. انا كنت عارف ان مفيش حد هيقدر على الحكايه دي الا انت. شكلك. حلوه السفره المره دي يا عطيه. المره دي من باريس يا فندم. في مشكله بس يا فندم. ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ هي لا كبيره ولا صغيره. هي بايخه. سعادتك تفتكر رئيس الوزراء اللي فات او اللي قبله الدكتور حسين الاحمدي. ماله؟ محتاج زيارة لسعادتك. ايه عيان؟ بلسانه يا فندم. ده ما بيحضرش فرح ولا مناسبة في سفارة ولا عيد وطني ولا مؤتمر ولا ندوة لما يجيب سيرة سعادتك. بصراحة بقى كلامه غير مريح خالص يا فندم. لا حول ولا قوة الا بالله. تبقى الزيارة واجبة يا عطية. تمام يا فندم. ايه اللي فكرك بيه يا رأفت باشا؟ جيت على بالي قلت اشوفك. يعني اشمعنى ما جيتش على بالك الا اليومين دول؟ انت دايما على بالي بس سيادتك عارف بقى المشاغل. رأفت انت جاي لي في حاجه مهمه. ايه هي؟ انت عارف ان سياستي الصراحه. يا ريس انت بتقول عني كلام بيصنف عشان كده واخد على خاطري منك. كلام ايه؟ قول لي عليه ايه هو؟ مفيش مكان بتقعد فيه الا لما بتقول عني اني دخلت الوزاره غلط. صدفة عملت مني وزير واني ما بعرفش امشي لاني متعود على القفز والكلام. ومش هي دي حقيقة برضو يا رأفت؟ حقيقة بس مش كل حقيقة لازم تتقال. ما هي العزبة اللي انت قاعد فيها دي ما هي برضو حقيقة. لكن حد يعرف اصلها وفصلها ايه؟ اشتريت الفدان فيها بكام؟ رأفت حبك تفهم حاجة مهمة جدا. انا راجل طول عمري صفحتي بيضة. بلاش تلعب معايا. وحكاية دخولك الوزارة صدفة دي كل البلد عارفاها. ما البلد عرفتها منك يا فندم. مني من غيري. المهم ما حدش كذب. اعتبرني نكتة يا اخي والله. امال فين روحك الفكاهية؟ نكتة بايخة. دخلت غلط دخلت صح. سيادتك عارف انا وضعي ايه دلوقتي. طبعا اثبتت وجودك وبقيت محل ثقة وعالي العال وبيتعمل لك الف حساب. بس يعني انا عايز افهم حاجه واحده دلوقتي. هو يعني سعادتك جاي هنا دلوقتي علشان تحاسبني؟ استغفر الله. انا بس عايز افكر سعادتك اني اتمرنت على ديك وان في حاجات غلط كتير اتعملت كانت نتائجها افضل من الصح الف مره. ها مش كده ولا ايه؟ انت الغلطه الوحيده اللي صحت يا رأفت باشا. انت بعد شهر واحد من شغلك معايا عرفت انك دخلت ومش هتخرج ابدا. تلميذك؟ تلميذي؟ ده انت اللي استاذ، ده انت اللي دكتور يا دكتور. عارف انا في حاجات كتير لو كنت اتعلمتها منك كان زمان هوايتي اختلفت عن هواية زراعة الطماطم والخيار. رأفت باشا انا من حقي اعمل حاجات كتير، اي حاجة، لانه مفيش على راسي بطل. اذا كان سيادتك اخترت الاعتكاف فيا ريت يبقى في كل حاجة. بلاش تجيب سيرتي تاني. ان دي حاجه لا هتكبرك ولا هتصغرني. واضح سعادتك؟ امر سعادتك يا رأفت باشا. فندم يا سيادة الرئيس. أمرك يا سيادة الرئيس. لا أعتبر المسألة منتهية. ربنا يبارك لنا في سعادتك يا فندم. يا فندم أرجو من سيادتك يعني أنا هخش في الموضوع يا فندم. أنا أصلي مجهد وكنت محتاج يومين ثلاثة راحة مش أكتر. أنا آخر أجازة خدتها يا فندم كان من ثلاث سنين.
لا يا فندم، محدش منعني، الشغل هو اللي خلاني مش فاضي اخد اجازة. بحب الشغل يا فندم، ربنا يبارك لنا في سعادتك. لا هسافر مارينا، محتاج انام شوية. الله يسلمك يا فندم، ربنا يبارك لنا في سعادتك. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. اسرع يا ابني شوية، اسرع شوية. مساء الخير يا جماعة، نادية مراتي. بونسوار، مساء الخير عطية بيه. ازيك؟ هدى مدام. اهلا وسهلا. انا عرضت الموضوع ده اثناء من يا ابو الامجاد، انت اتجوزت على مراتك ولا ايه؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ امال البيت بنت القمر اللي انت قدمتها على ان مراتك. انت مش عارف انت شغال مع مين ولا ايه؟ مراتي في البيت دي واحده من اياهم، حتى لو عايز ياكلها يشبع بيها اخر النهار هتاخد اجرتها وتمشي. عارفين رأفت رستم عمل ايه اول مره تعين فيها وزير؟ عمل ايه يا نشوى؟ انا كل الوزراء والمسؤولين الكبار لازم يعملوا حاجه كده اسمها اقرار الذمه الماليه. يعني ايه ده؟ ده اقرار بيكتبوا فيه كل املاكهم والفلوس اللي عندهم والذهب كله. الراجل ده كان ابيض، كتب في الاقرار ان عنده 50 مليون جنيه. وليه ورط نفسه الورطه دي؟ وهي دي ورطه يا منيره هانم، لما يخرج من الوزاره ده ان خرج يعني محدش يقدر يقول له من اين لك هذا، هيقول انا دخلت الوزاره ب50 خرجت منها ب45. العوازل يا ما قالوا ليه تحبوا ليه، رد قلبي قالوا ماله لما حبوا ايه. العوازل يا ما قالوا ليه تحبوا ليه، رد قلبي قالوا ماله لما حبوا ايه. يا جماعة انا عايز اقول ان مصر طول عمرها مستهدفة، عمرها ما كانت مستهدفة زي الايام دي. انا مش عايز اقول اسرار، لكن ما اعلم ان حجم التآمر اللي بيحصل علينا شيء مفزع، حقيقي شيء مفزع. اما بالنسبة لسؤال الاستاذ الدكتور صلاح موسى، امتى هنخرج من عنق زجاجة؟ فانا عاوز اقول ان احنا عمرنا ما كنا جوه ازازة عشان نستنى نخرج من عرق زجاجة. اما بالنسبة لموضوع الخصخصة، علي الوزير شرف كبير ليا تشريفك النهاردة. عشان تعرف اني غالي عندي. كنت غالية زمان. فضل. وحشتنا يا عطية باشا. انت وحشة كل احلام هانا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. بقيت تتخالي علينا بالسهرات والليالي الحلوة. السهرات والليالي الحلوة موجودة، بس جنابك ما بقتش فاضي. قالوا ده غدر وقاسي وقلبه فاضي. نقعد خمسة يا عطية؟ أوي حلو. نخليهم 10؟ اتفضل جنابك. أنا متأكدة إن القعدة هتعجبك أوي. من زمان هجرك وناس كلهم راضي. مهما قلتوا ولعتوا برضه روحي فيه بحبه. مهما قلتوا ولعتوا هو روحي فيه بحبه. كان في هناك ستات كتير؟ طبعا كان في، لكن انت عارفه ان عينيا عمرها ما شافت الستات غير.
مش هتنام يا رأفت؟ أنا قدامي خطة الخمس سنين اللي جاية ولازم أرجع كل حاجة. ورجعت منها قد إيه؟ شهرين. روح نام يا فوية وأنا هحصلك. بعد كم سنة؟ عيبك يا حبيبتي إنك مش مقدرة حجم المسؤولية الملقاة على كتفك. أدلك لك كتفك يا حبيبي. عيبكم انكم بتفكروا لبعيد قوي. انا عايزك تفكر في الليله دي وبس. هفكر. تفكر وتنفس. حاضر. ملك يا رأفت، ملك يا حبيبي. الآن يا بابوي الآن. من ايه؟ بيحصل في المنطقة وقلقانة على البلد. وكل زمايلك قلقانين زيك كده؟ طبعا. تقصد ايه يا فوقية؟ اقصد ان كل مشكلة وليها حل. فكرت تروح لدكتور؟ الخبر يوصل لجرايد المعارضة وتبقى فضيحة. ما تكبرش المسألة كده. لو رحت لأي دكتور متخصص في الحكاية دي مش بعيد تلاقي كل زعماء المعارضة عني. فوقية، أؤكد لك إن أنا طبيعي. أنا بس عندي شوية إجهاد عصبي من الخطة الخمسية. الخطة الخمسية معمولة عشان الأجيال اللي جاية. طب والأجيال اللي عايشة دلوقتي تعمل إيه الليلة دي؟ تصبح على خير. مش فهمك في السياسة. كل جيل لازم يضحي عشان الجيل اللي بعده وهكذا. ولا انت عايز الجيل الحالي ينبسط والاجيال الجايه تروح في 60 داهيه؟ دي ما تبقاش سياسه. دي انا عايز النور. معقوله تسافر فجاه كده يا رأفت؟ انت حتى ما قلتليش بالليل. الايام دي انا مش مظبوط خالص يا فوقية. ما بعرفش انام زي ما خايف ربنا. محتاج انام اطول وقت ممكن. وهو النوم مش هيحلى الا في الساحل الشمالي؟ هناك مفيش خطة خمسية. عايز اغير المكان. انا تعبان. رأفت، استنى حندهلك دالية تسلم عليك. بابا مسافر مارينا كام يوم مش هتسلمي عليه؟ بابا مسافر مارينا كام يوم مش هتسلمي عليه؟ لا، السجاير دي هتموتك. انا مش عارفه بتعندي مين. يقرف. فقرات مدهشة. قشطة جدا. اديك بيدا مع الراقصة اللولبية عليا مهلبية، الراقصة التي لفت العالم ولن ترقص الا في بولاء الدخور. عندما شاهدها الجمهور لاول مرة قال استغفر الله العظيم. ده غير الساحر العجيب، الساحر المدهش، الساحر المدهش رأفت رستم. هقدم لكم اخطر لعبة يا حضرات. هما ثلاثة بس يا حضرات. البيت جوفاني بتاع المكرونة، بيبا زباطة في المكسيك، رأفت رستم في مصر. رأفت رستم، رأفت رستم، رأفت رستم. الساحر الحائز على جائزة نوبل للسلام، الساحر الذي نال الإعجاب في فرنسا، إيطاليا، روما، الهند، السنبلاوين، وإكراما لشعب مصر. الطيب الأمين هيقدم لكم الفقرة العجيبة، الفقرة المدهشة، الفقرة اللي بتخوف، مع الساحر العجيب رأفت رستم.
عطيه عطيه تعالى حالا يا عطيه. مارينا يا عطيه يعني هتيجي فين؟ اسف يا عطيه جبتك على ملا وشك. انت تعرف عني حاجات يا عطيه ما يعرفهاش اقرب الناس ليا، حتى مراتي وولادي واللي اهم منهم. عارف اللي اهم منهم؟ اجهزه الامن طبعا يا فندم. يعجبني فيك ان جوابك دايما حاضر. مالك يا فندم؟ شكلك مش مبسوط. انا بخاف منهم يا عطيه. ايوه ما بنامش لحظه الا لما يجيني كابوس كانه تعبان اتلف حوالين رقبتي. من امتى الكلام ده سعادتك؟ من مده، بس كان بيحصل على فترات متقطعه، لكن دلوقتي بيحصل باستمرار لدرجه ان انا مبقتش عايز انام وافضل صاحي على طول. وكوابيس انا ما شفتش ابشع من كده. انت مقدر خطوره السر اللي بقولك عليه ده؟ طبعا. انا بشوف كابوس امبارح فظيع يا عطيه. مراتي وبنتي، بنتي داليا، بنتي عطيه تقطع رقبتي بايديها. ليه؟ عملت لها ايه؟ معلش يا فندم، سعادتك عارف ان الاحلام والكوابيس لها علاقه باحوالنا ومستخبي جوانا. بصراحه داليا هاني اتظلمت. وانا اللي ظلمتها مش كده؟ انا كنت بفكرها صح. ساعتك حرمتها من الانسان اللي كانت بتحبه. دوت كحيت يا عطيه بياخد 350 جنيه في الشهر. حب يا عطيه اللي انت جاي تقول عليه؟ ما كلنا حبينا. اخرته ايه الحب ده؟ عمره قد ايه؟ سنه بعد الجواز؟ سنتين؟ وبعدين مراتك بتبقى زي اختك بالظبط. انا جوزتها الواد بيلعب في 200 مليون ده غير ثروه ابوه، عشان كنت عارف ان الكل بيتساوى. ما تساواش يا فندم. اعرف منين ان ابن الكلب ده هيطلع لمؤاخذه. اقسم بالله ما كان باين عليه. وطلق وغار في 60 ده. بعد ما سقاها المر ضرب واهانه. والكارثه في الواد اللي كانت بتحبه. اصله اتجوز وخلف، ولما قابلها عمل نفسه ما عرفهاش. فجالها اكتئاب فبقت كابوس من ضمن الكوابيس اللي دي. هو في حل يا ريت ما عليك توافق عليه. حل؟ عندك حل وساكت يا عطية. بعد إذن سعادتك، يعني سعادتك تعرض نفسك على دكتور نفساني. دكتور نفساني يا فندم. عطية. أي يا فندم. انزل الماء يا عطية، انزل المية. بهدومك. امر سعادتك. جوه اغرق يا عطيه، مخك مبقاش اللي هو. وعليك يا فندم، لكل جواد الكابو دي. مش كابوه، دي كارثه.
اول ما الخبر اتعرف في ظرف اسبوع هبقى خارج الملعب، هتستلمني جرايد المعارضه بقى تتسلى عليا، خصومي والحاقدين عليا ما هيصدقوا، كاني بقدم لهم رقبتي بقول لهم كلوني كلوني. حضرتك انحرف يا فندم، ان احنا امس عندك الكوابيس. تفضل الكوابيس مش هتقتلني، لكن افضل زي ما انا كامل مكمل قوي سليم. الحكام ما يعرفوش المرض النفسي عطيه. معلش يا فندم. اجري يا ابني هات هدوم ناشفه لعطيه بيه بسرعه. امر عليك يا باشا. يا فندم بعد اذنك يعني عايز اقول حاجه من غير ما تزعل حضرتك. قول. مش ممكن تكون الفيلا دي يا فندم في عفاريت شاطين؟ لا انا احرقها. بكره الصبح اكلم وزير الاسكان يجيب عليها واطيها. بس الكوابيس بتجيني هنا وهناك، دي ماشيه ورايا. جربت سعادتك تغير مطرح؟ انا مستعد انام على رمل وزلط، بس نوم من غير كوابيس. مش فاكر يا فندم انا قريت في كتاب او سمعت عن حد من المشاهير كان بيجيله ارق شديد جدا وما بيعرفش ينام. كان بيجيب السواق بتاعه يقعد يلف بالعربيه لغايه ما ينام في العربيه. جربت سعادتك نوم العربيات؟ معنى الليلة شخصية سياسية هامة ومؤثرة، رجل يحمل على كاهله مسؤوليات جسيمة ومتعددة الجوانب، ورغم مشاغله الكثيرة والتي لا تنتهي إلا أنه تفضل علينا ببعض الوقت. معنا أحد أهم كبار المسؤولين في عالم السياسة والاقتصاد، السيد الوزير رأفت رستم. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة يا فندم احنا سعداء بوجود حضرتك معانا وبنرحب بيك. في ايه يا فندم؟ في ايه؟ يا خبر؟ ايه اللي بيحصل فيا ده؟ في كارثة يا أستاذ. يا خبر. يا جماعة مية، يا جماعة مية. حصل ايه؟ الحقونا الحقونا. اقفل الكاميرات. وانا يا دكتور. خير يا فندم. نوم العربيات ده العام، نوم السراير والكراسي والرمل والارض. ده كابوس جديد يا فندم؟ اوعى تقول لي انام في طياره. طب نوعه ايه الكابوس ده؟ صوت الكتم اتحبس راح، كأنك حشرت بذور جلد انفت. يا فندم يجي ايه الكابوس ده؟ كان كابوس امبارح الفظيع ده خالص يعني. لا 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 لا، ولما اقولك ده العن يبقى العن. يا سلام. هتنام هنا يا باشا. هنا فين؟ جوه الزاوية في بيت الله، عمره ما يدخله شياطين. وانا ربنا هيكرمك قوي في بيته يا باشا، هيكرمك ويحميك وتنام من غير كوابيس. بس دي مقفولة. اتفتح يا باشا. خير خير ان شاء الله، لسه بدر على صلاه الفجر. السلام عليكم يا مولانا. سلام يا اخويا. احنا الحقيقه تعبنا من السواقه وراجعين من ليبيا وعايزين نرتاح شويه، ممكن نرتاح في الزاويه عندك؟ بيوت الله للعباده يا سيد مش للنوم. ولكن بيت الله يقوي كل شريد مجهد يا مولانا. افهمتني، ولكن بشرط الطهاره. اطهار والحمد لله يا مولانا. وبعدين اذا ما كانش بيت الله يقوي الشريد المجهد هنلاقي مكان تاني فين؟ بس انتوا مع بعض. ايوه اتفضلوا. ايه
ده نايم زي القتيل، زي ما يكون ما شافش النوم من 30 سنة. أصل بقاله 30 سنة سايق. بس أنا بشبه عليه، أنا شفته فين قبل كده؟ شكله مش غريب عليا. يا مولانا الدنيا صغيرة، جاي شفته في أي حتة ولا حاجة. جايز. وأنت مش هتريح لك شوية؟ أكيد طبعًا، بس هعمل حاجة مهمة الأول. عن إذنك. لا لا لا، مفيش داعي للقلق. طمن بطول الحراسة إن الباشا معايا هو في أمان. ممكن نتأخر شوية. لحد بكرة الظهر. لو حد اتصل قول لهم، بقول لك ايه، اقفل التليفونات خالص وريح دماغك. سلام. أخينا اصحى، الضحى فاتت وصلاة الظهر وجبت، اصحى بقى كفاية عليك كده. يبقى كمل نوم في بيتكم، ده إذا كان لكم بيت. مين ده يا شيخ عبد الحسين؟ براشوت. برا إيه؟ براشوت يعني عابر سبيل، قلت أكسب فيه ثواب. فوق كده يا ابني، يلا كده فوق. قوم تص وشك بشوية مية كده وتوضى وصلي لك ركعتين عشان ربنا يسترها معاك بقية الطريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، ألو لا إله إلا الله، ألو لا إله إلا الله. الليلة أنام فيها بغير كوابيس يا عطية. يا سلام، الزاوية دي لازم ننظر في أمرها، تبقى جامع، جامع كبير ومفروش بالموكيت. والراجل إياه ده لازم يترقى. هو بيشتغل إيه يا عطية؟ ده تقريبا خادم الزاوية يا فندم. ده يبقى إمام المسجد. مفيش مانع تبقى مدرسة لتحفظ القرآن ومستشفى. أيوة يا فندم، بس الزاوية دي في حتة مقطوعة، يعني مفيش فيها ناس. بس مش هي دي المشكلة يا عطية. معقولة واحد زي يفضل ينام في الجوامع زيه زي أهل السبيل كده؟ محلولة يا باشا، احنا نبني زاوية خاصة في الفيلا بتاعت سعادة، الناس تصلي فيها فروض الخمسة، وبعد العشاء بعد العشاء تبقى أوضة نوم. انت هجرب مخك حاجة يا ابني؟ ده مستحيل طبعا. ليه بس مستحيل يا فندم؟ الحكاية دي لو اتعرفت وأكيد هتتعرف، أو الراجل الدرويش أو جرى المخ حاجة وهوب هوب تلاقيني برا. خلاص يا فندم، يبقى نغير اتجاه سعادتك وخش على فرويد. الله يجازي اشتغل. صح يا عطية برضه. صح صح صح. مش دي فيلا رأفة الباشا؟ ايوه هي دي فيلا رأفة الباشا. اصل احنا ضيوف عنده. انا كوكي. وانا ناني. اهلا بالضيوف. سامة. انا لا مش سامة. المية شكلها تحفة، تيجوا تنزلوا معانا؟ نغرق دلوقتي، احنا نغرق في جبر ميه. طب احنا هننزل 5 دقايق ونطلع لكم على طول. طيب اوكي. ما شاء الله. ايه يا باشا، انت طول عمرك بطل سباحه ومسافات طويله كمان؟ مع بلد زي دي عطيه تبقى السباحه ضد الطيار. يعني هو المجهود بيبقى اكتر، بس برضه منهم يا باشا. فينهم ايام ما كان الدولار ب50 قرش عطيه؟
على ايامنا ما كانش في اجسام زي دي. ولا تتدعي دي يا باشا. بس انا وانت هنختلف يا عطيه. انا ما اختلفش مع سعادتك ابدا يا باشا. يعني هتسيبنا اختار؟ تختار؟ الاثنين ليك يا باشا. انا معقول اعمل راسي براسك؟ الاثنين يا عطيه؟ الاثنين يا باشا، عشان لو واحده عطلت التانيه تشتغل على طول. يا موسى ادعي لي اعطي. ربنا معاك يا باشا. جريمتك ايه؟ قتل. قتلتي مين؟ جوزي. قتلتيه ليه؟ اصله كان سقيل وانا بقى ما بحبش السقاله. شوفك هنا مخبيه يا بنت. هنا ايه؟ فين؟ هنا ايدك. كله اشتغل. عندك مشاكل يا بنت تعالي وانا احلها لك. انا مسؤول عن حل مشاكل كل الناس اللي هنا. يعني انت قد كلامك يا باشا. جربت. طب انا عاوز اقول لك. اقول لك الله وجلاله لا يمكن ابدا. وايه اللي معاكوا ده؟ مرتبه ومخده؟ عايزين تقلبوا الزاويه فندق؟ لا ده مؤامره على الاسلام. يا راجل ما تكبرهاش، خلينا نفهمك. مش عايز افهم حاجه. خد مرتبتك ومخدتك وافرشها في اي خرابه ونام.
لكن هنا في بيت الله لا يمكن على جثتي. ما تتعصبش بس يا مولانا كده، انت مش عارف تتكلم مع مين. يطلع زي ما يطلع ولا يهز لا 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 لا، ده باشا كبير قوي، بس هي الظروف باشا يعني. ولا امير ولا غفير ولا وزير ولا رئيس، انا ما يهمنيش، انا عبد اللي ملوش رئيس ولا وزير. وبعدين لما هو باشا كبير كده ايه اللي غصبه على الحاجات دي كلها؟ اسمع ما اقول لك، انت هو انا شاكك فيكم، شكلكم مريب والموضوع فيه ان، وان شاء الله هخرب بيت ابوكم. اوعى ايدك ليه لخنفك. كبي ما عندوش تفاهم. يا عباد الله انقذوا بيت الله، الحقوني انا في الزاويه، انا بحسبكم الشيخ عبد الحسين. يا عباد الله يا عباد الله، يا اهل المنطقه، يا احباب الرسول، انقذوا بيت الله، الحقوني. كل الستات اللي عرفتهم في حياتي وحتى اللي ما عرفتهمش يبوني في الكوابيس ونغصوا عليها عشتي. اسمح لي بسؤال سعادتك، يعني اسأل يا سعطية. الستات دول يعني كان بإرادتهم ولا غصب عنهم يعني؟ والله فيهم وفيهم، كده وكده. لا والله ما كانش كده وكده، هما كانوا كده بس، يعني كانوا يا إما بالغصب يا إما كانوا خايفين يا إما كانوا عايزين حاجة. يعني هم هيعرفوني بإرادتهم ليه يا سعطية؟ شافني فالنتينو يعني. شايف يا عطية؟ طبعا يا باشا، دماغه فاضية، ما ينامش ليه؟ ما هو ما عندوش مشاكل. هصحيه يا فندم. حرام عليك، لو الامر بايدي اعمل مشروع قانون يحرم على اي حد يصحى اي نايم. حاضر. ايوه يا هوان، في ايه؟ انت يا زفت يا سيد، اصحى. لما اقف يا بهوات، عاد ولا سوبر؟ الله يكسفك، البهوات سوبر. سوري يا بهوات. قول يا سيد. ايوه. انت مش اسمك سيد برضه؟ ايوه باش تحت امرك. ازاي سيد بتعرف تنام كده؟ مش شاوي التعب يا باشا. الواحد اول ما بيحط جسمه على اي حاجه بينام على طول. افول. وبتحلم يا سيد؟ يعني ساعات او ساعات لا. بتحلم بايه؟ ما بيش شغل بيهد الحيل. الواحد ما بيصدق ينام. ان شاء الله حتى يطلع له في حلم تعبين. ربنا يكفيك شر هدة الحيل يا رب. سهلة يا عطية. إذا كان على هدة الحيل مقدور عليها. كفاية كده يا باشا. أنا عاوز هدة الحيل ما حصلتش. شوف يا عطية، وقعت من طولي جن وحطني على السرير. أنا عندي فكرة يا باشا. قول يا سيدي. إيه؟ يعني يا فندم أنا بقول بعد التعب الشديد اللي عملته الليلة دي لو سيجارتين حشيش كده. حشيش؟ حشيش إيه يا عطية؟ يعني يا فندم أنا بقول يعني نجرب يمكن. أنا مستعد لأي حاجة عطية. معاك حشيش؟ لا يا فندم معيش، بس نجيب حشيش يعني، هي مشكلة؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. خير ان شاء الله. مساء الخير. حضرتك رأفت باشا رستم ولا انا غلطان؟ ايوه هو رأفت باشا رستم شخصيا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي يا منصور، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي. يا عطيه ده الظابط الصغير لسه اخضر مش هيعرف يتصرف. اهلا اهلا بالبشوات، شرفتونا والله. بس اتفضل اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. تشربوا ايه الاول بقى يا فندم؟ فين ظابط المباحث يا ابني؟ الحقيقه هو اجازه والبين معاون في المستشفى مع مراته اصلها بتولد. حضرتك زي ما بتطلع في التلفزيون بالظبط يا فندم. طب والمأمور؟ الباشا المأمور في البيت غادر الاسم الساعه 1:30.
طب اتصل بيه، انت اكيد معاك نمر تليفوناته، قول له رأفت باشا رستم. ايوه. تقول مين؟ انت متأكد ان هو لا تشابه اسماء؟ قال لك اطلب لي المأمور في البيت؟ في يا طارق؟ ايه عنده مشكلة ولا حاجة؟ في ايه يا طارق؟ ماما. ايوه. تأكد ان هو رأفت رستم ولا مش هو؟ في ايه يا طارق؟ هتكلمه. انا اسف جدا اني صحيتك من النوم. انا ليه طلب عند حضرتك اكيد هتستغرب منه. حاجة لها علاقة ببحث بعمله. يعني المسألة لها بعد قومي ومقدرش اقول في التليفون. انا محتاج حتة حشيش. لا مش كبيرة، صغيرة، حاجة تكفي 5 سجاير. لا لا لا، تحت امر سيادتك. طب ايه رأي حضرتك في باكيتة بانجو؟ ينفع؟ بانجو؟ لا. طب لوكة افيون كده افغاني جديد بيعمل دماغ حلو قوي. افيون؟ حشيش. حشيش. طب اطلب من حضرتك طلب بس تديني الضابط اللي عندك علشان يوضب لك المسائل. تامر، اسمع اللي بقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد، ولو ما نفذتش هتتقدم لمحاكمه عسكريه. الراجل الحشاش اللي عندك ده ترميه في التخشيبه لغايه ما اجيلك بكره الصبح. يقول لك رأفت رستم، رأفت الهجان، نفذ اللي بقول لك عليه. حضرتك متاكد انك رأفت رستم؟ انا عارف انك هو، لكن هو مش عارف انك هو. طب ما حضرتك بطاقه. يا ابني انت بتقول ايه؟ وش الباشا بطاقه؟ وبعدين مين ما يعرفش سعادته؟ المأمور، وانا عبد المأمور. الباشا بتاعني امرني ان انا احط معاليك في التخشيبه انت جننت يا ابني ولا ايه؟ عايز تحط الباشا في التخشيبه؟ جننت بقى ولا ما اتجننتش؟ الامر لصاحب الامر. وبعد كده انا برضو هدخل حضرتك التخشيبه معزز مكرم. قوم يا باشا قوم. المأمور غريب، ده شخص غير طبيعي. بطلب منه حته حشيش عشان اعملها 5 سجاير، عاوز يحطني في الحجز مع المجرمين. امال لو كنت طلبت منه ايه كان عامل ايه؟ كان يشلوني؟ طب لو زي شكلها حاضر. اهم حاجه غريب حاجه. مش فاهم يا فندم، وزير الداخليه قافل تليفونه ازاي؟ ده وزير الزراعه بيفتح تليفونه. ده كابوس، كابوس جديد جاي وانا صاحي يا عطيه. ارجوك يا فندم اتفضل معايا، حضرتك ما ترضيش بالاذيه. كابوس يا عطيه. حضره الملازم، هات المامور على التليفون من فضلك. ما اقدرش، ده ليله ايه السودا دي؟ معالي الوزير، انا ماليش سبب، ارجوك اتفضل معايا. طيب. انت عارف حضرتك؟ انت عارف؟ ده لو كنت طلبت مني حته حشيش من الاول انا كنت جبتها لك، ما كانش كل ده حصل. ولا ايه يا عطيه؟ صدقوني. امال الكابوس يسيبني ويروح فين؟ ولا ايه يا عطيه؟ ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. حاضر حاضر. اتفضل يا باشا. انتوا مش قوم يا دي انت وانا من هنا. امشي قوم من هنا. اياك حد منكم يقرب ناحيه البهوات. لما هم بهوات ايه اللي دخلهم هنا؟ افرز يا كلب يا جزمه. اتفضل يا فندم. كراسي يا منصور، كراسي. منور يا فندم، منور. حضرتك لا من فضلك يا ابني، انا طول عمري مع الباشا. المأمور بتاعك ده هيشوف يروح يدوره على شغلانه تانية. طيب شاي، قهوه، كازوزه، ميه معدنيه، انا تحت امرك. شاكرين قوي. يعني ساعات قليله وشده سنين. شكرا. بعد اذن عليك. مساء الخير. مساء الخير يا باشا. تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي. اهلا يا طيب. اهلا. انتباه! عربية مين دي يا عسكري؟ سيادتك عربية الناس المحجوزين في التخشيبة يا فندم. هو يوم باين من أوله. صباح الخير يا باشا. حضرتك
ده طلع عور. يا فندم انا حاولت افهم حضرتك ليله امبارح. ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. طلع اولاد الكلب دول بره. اطلع يا رمه. باشا باشا فطر حضرتك ايه؟ هات هنا هات هنا هات هنا يلا 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 بابا يلا. اصلها حاجه بالعقل كده يا فندم. مش ممكن ابدا يكون سعادتك سعادتك. على الأقل لازم يكون في حرس أو كانوا بيضوا الاسم. واضح إن حضرتك مش عايز تسمعني. يبقى لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا تعقيد؟ أنت لازم تبقى لواء. شوف يا حضرة المأمور، إحنا ما شفناش بعض. يعني أنت لا شفتنا وإحنا ما شفناكش. مبسوط؟ ربنا يخلي سعادتك لينا يا فندم، ربنا يكتر لنا من امثال حضرتك. سكر حضرتك ايه؟ ما باخدش سكر. حاضر يا فندم، ما باخدش سكر. حاضر حاضر. انا اسف يا فندم. حاضر. لا انا اسف يا فندم. لا 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 لا. عمري ما نمت نوم بالشكل ده يا عطيه. الحمد لله يا فندم. اشمعنى النوم من غير كوابيس ما بيجيش الا في التخشيبه وجامعه؟ هتبقى مصيبه لو كانت دي طريقه النوم من غير كوابيس يا عطيه. هتبقى مصيبه فعلا. تمام يا فندم، صح. اتفضل يا فندم. انا سمعت ان انتوا عندكم طبق جمبري بالكاري كويس قوي. فعلا يا فندم، ده ممتاز جدا. طب من فضلك، عايزه واحد وعايزه سلطه خضراء وطحينه. تحت امرك. ميرسي. بعد اذن سيادتك يا مدام. خير؟ ممكن نغير لحضرتك الترابيزه؟ ليه؟ عايزين ننقل حضرتك لترابيزه احسن. ولا احسن ولا اوحش، انا مبسوطه قوي في الترابيزه دي، وبعدين انا ما بحبش اغير مكاني. الحقيقه يا فندم احنا بنمر بظروف طارئه، ويا ريت حضرتك تساعدينا وتغيري الترابيزه. ممكن اعرف ايه الظروف دي؟ صراحه في مسؤول كبير قوي جاي مع الحاشيه بتاعته عشان يتغدى، واحنا بنفضي مكان يكون خاص بيهم لوحدهم. شوف يا متر، المسؤول بتاعك ده ايا كان هو، طالما قرر ان هو يتغدى في مكان عام يبقى لازم يقعد في وسط الناس ومن غير ما يزعجه. ثانيا، لو المطعم بتاعك ده يهمه قوي المسؤول الكبير يبقى تقفل المطعم ليه وما تدخلوش زباين. انا شخصيا مش هغير ترابيزتي. يا مدام ارجوك. ولعلمك المسؤول بتاعك ده انا ممكن اتكلم معاه واقول له كده عيب، من فضلك عايزه الاكل بتاعي ومش عايزه اتنرفز اكتر من كده. تحت امرك يا عشر. خلي كل اللي معانا يدخلوا المطعم ونتغدى كلنا سوا. أوامر ما عليك يا باشا. أكلونا بقى على مزاجكم، إحنا سايبين نفسنا ليكم. يمكن ما عليك تحب تطلب حاجة معينة؟ لا، أنا قلت على مزاجكم. يا فندم دي مسؤولية كبيرة وبنتمنى من ربنا إنه يقدرنا عليها. يا رجالة خدوا راحتكم في الشرب، أنا في أجازة. مش عاوز حد يتكسف، اللي عاوز بيرة يطلب واللي عاوز نبيت يطلب، هنا مفيش رسميات. في حاجة يا باشا؟ سعادتك تعرف ست دي؟ اللي أعرفه. خلي الكل في مكانه. حاضر يا باشا. الله.
هو انت بقى المسؤول الكبير اللي عايزين يغيروا الترابيزه بتاعتي عشان خاطر عيونه؟ وايه الهلومه دي؟ كل ده عشان تاكل سمكه؟ بودي جاردز وعربيات مصفحه. طب ما تطلبها تيك اواي بدل عاصفه الصحراء اللي انت عاملها. لسه زي ما انت ما اتغيرتيش. فلا الله ولا فالك اتغير ليه لا سمح الله. انت وشك اصفر ليه؟ يعني جهاد، ده غير اني ما اعرفش انام كويس. وايه اللي مطير من عينيك النور؟ يعني انت لوحدك ليه؟ عشان جوزي مش موجود. وانت متجوزه؟ هو ما اتجوزش ليه؟ في اسباب سياسيه تمنع جوازي يا رأفت باشا؟ لا لا لا، بس يهمني اعرف اتجوزت مين بعد. يعني واحد اجدع منك. الست مننا لما بتقرر تسيب جوزها بارادتها يبقى قطعا بتدور على راجل افضل منه واحسن منه. افضل مني دلوقتي؟ دلوقتي وقبل كده. وعايز اشكرك عشان انت اللي عرفتني عليه. انا اعرفه ولا عمرك شفته؟ لانه ما كانش من ضباط المباحث اللي انت كنت بتقدم لهم التقارير. لا ده كان في النيابه. يسالني سين ارد جيم. اسئلته منطقيه، اجوبتي منطقيه، اداني اخلاق سبيل. وبعد ما حصل اللي حصل وكل واحد فينا راح لحاله، اتجوزنا، بقى مستشار رئيس محكمة. وعلى فكرة مفيش في حياته غير حاجتين، العدالة وأنا. ذمتك مش أحسن منك يا وزير تشابه الأسماء. حتى دي كمان عارفها؟ مصر ما يستخباش فيها سر أكتر من سنة، بس أنت بسم الله ما شاء الله دخلت ما خرجتش. طيب الحمد لله إن أنا اطمنت عليكي. كان نفسي اقعد معاك كتير، بس انا ما عنديش استعداد انها تهزق اكتر من كده. ليه بتسمي الصراحه تهزيق؟ لا ما انا عارف ان ده طبعك وعشان كده مش زعلان. طيب تسمحي لي حاسب؟ انت بالذات مش ممكن تحاسبني. لا لا لا، دي مش فلوس الحكومه، دي فلوسي انا. الموضوع ده بالذات ما نتكلمش فيه. انت عارف وانا عارفه. اشوف وشك بخير. اقعدوا اقعدوا اقعدوا. ميرسي يا فندم. مين دي يا فندم؟ دي زهرة فؤاد، أول حب وأعلى حب في حياتي. قبض عليها وإحنا طلبة، وأنا كنت كاتب فيها تقرير، بحبها وبموت فيها، وكتبت عنها تقرير. دخلت بسبب معتقل ست شهور، طلعت من السجن وجوزتها. المباحث فرحت قوي بالجوازة دي. أي نشاط لزهرة أو أي نشاط اللي تعرفه كان مسجل ومرسوم، لحد ما ظبطت وأنا بكتب تقرير من غير ما تنطق. خدت الشنطة وخرجت من الباب، طلعتها علشان الفضايح. عمرك شفت واحد بيكتب تقرير عن مراته؟ ما هم دول يا فندم اهل الثقه. السؤال، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟ بصراحه لا يا فندم. ايوه دي الاجابه الصح. في مرة راجل مهم جدا، المفروض ان هو كان رئيسي في الشغل. الراجل ده كان عاوز يبعدني ويخلص مني خالص. رحت له قلت له سيادتك مش عايزني؟ قال لي بصراحة اه. قلت له ليه؟ قال لي انت عارف نفسك، انت زي شغلك مش لطيف. تفتكر انا رديت عليه قلت له ايه؟ صعب يا فندم الواحد يقرا اللي في دماغك. قلت له انت محتاج في الشغل واحد مش نظيف، والا الشغل مش هيمشي. اقتنع. كان اي شغلانه يبعتها عشان اخلصها له واعرف ان الشغل النظيف ما اقدرش عليها. انت عارف يا عطيه ان انا في الاصل كنت شاعر؟ ما تستغربش. اه كنت شاعر. انا كنت بكتب شعر من سنه اولى اعدادي، وشعر عاطفي ورومانسي، وكنت حافظ قصائد لاعظم الشعراء. وكان طموحي ايامها ان انا ابقى مدرس اعلم الاجيال، واول شغلانه
كانت بالثانوية عشان أساعد أهلي وأجيب مصاريف الجامعة. اتوظفت في حضانة أطفال. أسعد أيام حياتي وأنا عايش براءة الأطفال. كان الشر مستبعد وملوش مكان. الشر، الورم، الورم الخبيث يبدأ بملي يتوسع 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 من غير ما تحس، تبقى له السيطرة، يبقى الانحراف متعة، والشر مزاج، والسرقة كيف، والسلطة إدمان. بديت مظلوم أصبحت ظالم. تيجي زاد يا فندم. وأنا طالب في الجامعة جهاز أمن طلب مني أكتب تقارير في زملائي وزميلاتي. طبعا رفضت، صوتي علي، كنت مشحون بالثورة والأصالة والقيم النبيلة. لكن اللي كان بيكلمني شخص لا يقاوم، حسب المسألة بكم كلمة قالهم، قال لي اللي معانا دايما كسبان واللي ضدنا خسران. احنا لما بنخدم بنخدم بجد، ولما بنأذي بنأذي بجد. خلينا نخدمك بدل ما نأذيك، معانا طريقك مفيش فيه مطبات صناعية. وادي النتيجة، كوابيس ورا كوابيس. عشان خاطر يا فندم، سعادتك لازم تجرب الطب النفسي. لا مفر. بس بشروطي. انت اللي هتقابل الدكتور النفساني باعتبارك انا. ايوه يا فندم، بس انا اعرف ان صاحب الشأن شخصيا هو اللي لازم يقابل الدكتور، لان الدكتور بيسأل اسئلة ممكن يكون ما عنديش اجابة ليها وما اقدرش اجاوب غلط، لان الاجابة الغلط بتؤدي لعلاج غلط. عطية، انا هقول لك على كل حاجة. دي ثقة كبيرة من سعادتك يا فندم. جدا هي مش ثقة، انا مضطر. لا قادر اروح لدكتور نفساني ولا قادر استحمل عيش في كوابيس مستمرة. طبعا الدكتور هيسألك عن الكوابيس. الكوابيس اللي حكيتك عنها كوابيس خايبة وخفيفة، الأبواب كلها كده كنت استحملها من غير شكوى. هو في أفظع من كده سعادتك؟ طبعا يا عطية، الكوابيس اللي فاتت وجبات خفيفة، لكن التقيل الله لا يوريك. كابوس العربية ده اللي صوت اتحبس وراح فيه. أيوة فهمت. أنا حكيت لك منه حتة واحدة بس، عشان الباقي زفت وقطران. أنا هحكيهولك. التهاب حاد في الأحبال الصوتية والعلاج هيطول شوية. وزير الصحة اتصل وقال إنك هتتعالج على حساب الدولة في أمريكا. إيه؟ البيت. ايه؟ اطفوا التلفزيون ده عشان نفهم بيقول ايه. بس بس بس. فلوس؟ فلوس ايه؟ ايه؟ اتفضل يا بابا. الفلوس في سويسرا؟ انت عندك فلوس في سويسرا؟ كام؟ حسبي الله. كام؟ $150 مليون؟ بابا انت بتتربح من وظيفتك. انا مش عايز تتعب. ايه؟ عايز تتعب يا خير. حوافز اوفر تايم. طب وايه المشكلة؟ اسافر معاك نجيبه. رجلي على رجلكم. ايه؟ الخزنة بتتفتح ببصمة الصوت. فهمت، يعني تقول افتح يا سمسم الخزنة تتفتح. يعني ايه؟ يجي لك شوية برد؟ الفلوس دي علينا؟ فلوسنا؟ فلوس الشعب المصري. انت تقوم تلبس دلوقتي وتطلع على سويسرا. انت ما عندكش صوت لكن تعرف تمدي على شكات. قوم. ايوه قوم يا بابا بسرعة. يلا قوم يا بابا. يا مسيرتي الكفوية. يلا قوم يا بابا. يلا قوم يا بابا. قوم عشان قوم.
يعني سعادتك عندك الفلوس دي في سويسرا وببصمة الصوت؟ أنا مش سيدنا يوسف. لكن يا فندم 150 مليون دولار بس. مش بتعرف قد إيه أنا قنوع؟ دول شقة عمري. شوف الناس التانية. عشان كده يا فندم ربنا هيسلمك من كل شر. حسب إن إحنا فتحنا على الآخر وما بقتش في حاجة مستخبية. خد عندك ما هو قال عن كابوس عمولة كأنه متفصل على مقاسي. في كل بلاد الدنيا ممكن تسيب المنصب بتاعك وبعدين ترجع له تاني، او تمسك منصب تاني، او تروح لمنصب اكبر. الا عندنا المسؤول زي خيل الحكومه، لما يخرج يجر عربيه كرو. عمري ما كرهت كلمة في حياتي قد كلمة السابق دي. بقيت سابق، بقيت ملطشة، الورود هتتنطط على ظهرك والديابة تنهشك، ولو سابوك في حالك بقيت منسي ومعزول، لا حس ولا خبر. عليك بقى تحضر المياتم في عمر مكرم، الحمدية الشاذلية، رابعة العدوية، وتفرح لو حد سلم عليك. أفضل شيء الواحد يموت على كرسي. ما تنسى بقى يا بابا، دي أسوأ حاجة حصلت لي في حياتي. زمايلي في الشغل بقوا بيتريقوا عليا. هاتوا لابوك مسلسل يتفرج عليه، ولا أقول لك قوم خد لك دش وانزل اقعد شوية في النادي عشان الهوا يعدي عليك. قعدة البيت مضرة على الصحة. الجنازه دي مش من مقامي، وانا عملت ايه يعني؟ ده غير عمل اللي معمل وندفن بزفه ومزيكا وتشريف. بابا يعني انت كنت عايزنا نعمل ايه؟ يعني عايزنا نجيب لك ناس بالعافيه؟ فين اصحابك اللي مشي ورايا؟ فين شله النادي والديسكو؟ فين اعضاء الجمعيات بتاعتك يا ست فوقيه؟ مالكوش خطر عند حد؟ طب وحياه امي ما حد فيه؟ يا رأفت انت هتفرج علينا الناس؟ هو يعني هتقرفنا وانت عايش وكمان وانت ميت؟ اتفضل على القرافه من سكات. يعني ايه لا؟ هو احنا فاضيين لك؟ ما تروح تشوف لك تربه تدفن فيها. يا عيد ده هيعرف طلب. بص بقى يا بابا، ايه الخرب اللي احنا فيه ده؟ مش هتدفن فيه. من فضلك يا استاذ، من فضلك. ايه في ايه؟ الاستاذ ميت. وبعدين مش عايز يدفن يا احنا مش فاضيين له. ارحمنا بقى يا استاذ. اهدوا يا جماعه، يا جماعه اهدوا. خلاص حضرتك تقربي له ايه؟ مراتي. ارملتك يا بيجح. معاكي شهاده وفاته؟ ايوه اتفضل اهي. وريني دي شهادة وفاتك. ايوه. وانت معاك تصريح بالدفع؟ ايوه ايوه. هات يلا وريني. ما انت ورقك سليم اهو. امال ايه وجه اعتراضك؟ الاحتجاج. انا بقى اسجل احتجاجي ان الجنازه دي لا تليق بيا. يعني مش ناوي تندفن؟ لا هدفن طبعا، بس بمزاجي وفي الوقت اللي احدده. انا هنا قاعد على قلوبكم. اسمع، انا مش عايز قلق. السفاره الامريكيه على بعد 50 متر من هنا، والانجليزيه على بعد 70 متر. يعني تتكل على الله وتروح تربتك. عيب، انت راجل مسؤول. انا شايف من فرحه كلامك ان في تهديد. انت اسمك ايه يا ولد؟ الله 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 الله، ده انت راجل رزل فعلا بقى. رجعوه مكانه. الوزير بتاعك اهو زميلي. نزلوه صندوق وهعرف اربيك. نزلوه. يا ساتر يا رب، ربنا يكون في عون سعادتك. مش ملاحظ حاجه في الكابوس ده؟ عطيه هو فظيع فظيع. لا غير انه فظيع، قوه الملاحظه عند ساعتك اقوى يا فندم. انت ما كنتش موجود، ما حضرتش الجنازه بتاعتي، مع ان انا مخليك دراعي اليمين.
ها يا فندم، انا ممكن فعلا اكون ما كنتش موجود، بس ده لاني مت قبل سعادتك. مش معقول اكون موجود وما احضرش جنازه سعادتك ابدا يعني. الله يجازي شطارك، انت شطارك قد انت عبقري. يا فندم مش ممكن تشك في اخلاصي، ربنا يجعل يومي قبل يومك، على الاقل اضمن لنفسي جنازه محترمه في عهد سعادتك. محدش عارف مين هيموت قبل مين او بعد مين. المهم انت بكره الصبح هتروح للدكتور النفساني، عايزك تبقى انا. طبعا كل حاجه بقت معروفه ليك، والملف بتاعي بقى مفتوح قدامك. خلي بالك. ها حاضر. ايوه هدى، انا عطيه، وحياتك دوري لي في اجندة التليفونات بتاعتي على نمره الدكتور يسر نصر، طبيب الامراض النفسيه. لا, لا 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 مش عشاني. الكتاب الذي ينتظره الجميع، الأسرار الشخصية لرأفت رستم، كما يرويها نائبه عطية عصفور. ما حقيقة الدور الذي لعبه رأفت رستم في الحياة السياسية؟ وهل حقا كان يعمل لحسابه طوال هذا الوقت؟ حياته الخاصة، هل كان معتدلا مستقيما أم ماجنا مبتزلا؟ كل هذا نطرحه عليكم في هذه الحلقة من برنامج الاتجاه المغرب. لقد أثار الكتاب الذي ألفه السيد عطية عصفور عن فضائح الوزير رأفت رستم لغطا في المجتمع، فمن تربح إلى تهريب أموال، إلى كسب غير مشروع، إلى ومش فاهم ليه الفساد يستفحل إلى هذا الحد. القضية صوت وصورة في حديث المدينة. أستاذ عطية عصفور، كتابك أصبح حديث المنتديات. السؤال، هل تتحمل أنت مسؤولية الاتهامات الموجهة للوزير رأفت رستم؟ أتحمل مسؤولية كاملة يا فندم، وكل اتهام عندي ليه بدل الدليل 10. الو، معقول يا هدى؟ اقوم من النوم ملاقيش اي حد.
لا مش هتلحقوني، انا رايح للدكتور دلوقتي. اسمعي ما تعمليش عشاء، انا لما اجي هننزل كلنا نتعشى مع بعض. اوكي ثانيه واحده شوف مين على الباب. الخبر كان صدمة مؤلمة جدا، ولولا عناية ربنا أنا ما كنتش أقدر أستحمله. المرحوم كان من أخلص الرجال وأكثرهم وفاء وأمانة وشهامة. كان أخ قبل ما يكون صديق، وصديق قبل ما يكون زميل. خسارته لا يمكن تعوض. لكن هو انتحر ليه سعادة؟ مين قال إنه انتحر؟ عطية عصفور لا يمكن ينتحر. الدكتور يسري نصر وحضرتك عارف انه دكتور نفساني، بيقولوا انه كان واخد منه معاد بعد الحادث الاليم بثلاث اربع ساعة. عطية عمر ما كان مريض نفسي، مش اي مريض نفسي يبقى عنده استعداد للانتحار. يكون اتقتل يا فندم. مين يقتل عطية؟ من ذلك الوحش الكاسر القادر على قتل البراءة والعفة والأمانة والشهامة؟ إذا وجد هذا الشخص قولوا على الدنيا السلام، ما تبقاش دنيا، ما تبقاش دنيا. اسمحوا لي أقول لكم إن عطية لم يموت، عطية حي فيكم، وكونوا على ثقة أن روح عطية الطاهرة لن تتخلى عنكم. أشكركم والبقاء في حياتكم.